نروح لخبرنا المحلي، وهو ليه علاقة كمان بمنتخب مصر اللي هيشارك في بطولة السادات الدولية لكرة اليد الأولى في نسختها الأولى، واللي هتستضيفها مصر وهتنظمها شركة استادات. منتخب شباب مصر مواليد 2004 اللي هيشارك في البطولة كان عنده مباراة ودية مع منتخب عمان وانتهت بالفوز 28-25. طبعا بيقود الفريق كابتن طارق محروس المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب، وأيضا المدير الفني السابق للنادي الأهلي، واللي حصل معاه على العديد من البطولات. المنتخب بيستعد للمشاركه طبعا زي ما قلت لحضراتكم بمباراه منتخب عمان. يعني اليد دايما بيعملوا حاجه جميله قوي، البطولات الوديه بيستعد للبطولات الوديه بمباراه وديه، فهنا الاستعداد ما بيقفش، بيستمر. اللعيبه اللي حضراتكم شايفينهم دول كلها سنتين ثلاثه وهيبقوا اعمده منتخب مصر الكبير واعمده فرقهم في الدوري المحلي. المنتخب كان لعب مع منتخب الكونغو الديمقراطيه الاول امبارح وتعادل بنتيجه 28-28، وبطوله السادات الدوليه اللي قلت لحضراتكم في الانترو اللي هنذاعها او هننقلها على شاشه قناه النادي الاهلي ابتداء من بكره، كل يوم مباراه الساعه 6. مباراه مصر بكره ان شاء الله اول مباراه الساعه 6، والاستوديو التحليلي هينطلق الساعه 5. كاميرا الابطال كانت موجوده في الماتش الودي اللي كسبناه قدام سلطنه عمان، وسجلنا التقرير ده مع الجهاز الفني واللاعبين. اتفرج على التقرير مع حضراتكم ونطلع لفاصل، وبعد الفاصل نستضيف المدير الفني الاسباني للفريق الاول لكره الطائره رجال فرناندو مينيوز، ولكن بعد الفاصل. السادات بتاعت 2004 الحقيقه احنا عارفه بنطلعها من بطن الفريق الاول. عندنا اللي هي بطوله البحر اللي هي بطوله الاول افريكان جيمز، هنروح مكان الفريق الاول وهناخد مطعمين بخمسه لعيبه من المنتخب المحلي اللي هي في غانا. بعدين ان شاء الله هنسافر بعد كده، اللي هي عندنا رومانيا والمجر، هنلعب يوم 10 و12 و13، دول هنرد لهم الزياره ان شاء الله في ابريل قبل البطولة افريقيا اللي هتقام في تونس ان شاء الله. هم قالوا انها هتقام في تونس هي 2004 و2006، بس ما ادوناش الايه المواعيد المحدده، لكن ان شاء الله نكسبها ان شاء الله. يعني انا اتفق معايا في المرحله اللي انا بدي فيها دي، انا عايز العب اجسام اقوى منهم وقوه اكتر منهم، وبالتالي هو اللعيب بيتنقل من مرحله الشباب لمرحله الدرجه الاولى، ان شاف جسمه اقوى، شاف عمليه تصويب اعلى، شاف قوه. المرحله دي بتنقله من الحته دي للحته دي. انا ما يهمنيش قوي الشغل الفني بتاع الفريق المنافس، انا يهمني ان انا عايز اخد منهم ايه لمصلحه فرقتي، وده اللي انا بشتغل عليه. يعني انا من ضمن الحاجات اللي هنعملها باذن الله كل الفرق الافريقيه اللي جايه، في فرق بتيجي قبل التوت افريقيا اللي جايه للدرجه الاولى، انا هلاعب منهم مثلا تنزانيا، هلاعب منهم الكونغو. ليه؟ لان انا عايز القوه دي، القوه دي هتساعدنا لما اروح اوروبا مع الاجسام القويه مع الاطوال، تفرق معاهم في الشغل اللي هم كانوا بيشتغلوه. هنخرج بقى من مرحله الناشئين لمرحله الدرجه الاولى، وبالتالي بتساعدهم في حاجات كتير، في السرعه، في القوه، في الاداء، في دقه التصويب، تفرق معانا الحاجات دي قوي. الاحتكاك الجاي هيكون في دوره الالعاب الافريقيه في غانا في الفتره من 4 ل 12 مارس. طبعا احنا دلوقتي بنعمل بعض المباريات الوديه التجريبيه، عملنا مباراه مع منتخب السعوديه المنتخب الاول وفزنا فرق 7، والنهارده وبكره عندنا مباراتين مع منتخب عمان، كان عامل معسكر هنا في القاهره المنتخب الاول عمان، وفي طبعا دوره دوليه هتقام في استاد القاهره، دوره دوليه ثلاثيه فيها منتخب رومانيا ومنتخب المجر. عندنا منتخبين هنلاعبهم هنا اوروبيين، ونامل ان شاء الله ان احنا ناخد البطوله دي. ده طبعا مش اول طموحاتنا، بس احنا لينا ان احنا ناخد بطوله افريقيا، لان احنا خدنا بطوله الناشئين، فطبعا طموحاتنا ان احنا ناخد افريقيا ان شاء الله فيما بعد. هو الفرق بيكون في كواليتي اللعيبه، وطبعا امكانيات، فرق في كذا حاجه يعني، بس كلهم طبعا فرق محترمه، واحنا بنلعبهم كلهم كل واحد بياخد حقه.